المهرجان نسير معكم الى الانطلاق، ونسير هنا مع منصف هجن الرئاسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري، من يتابع على الصدارة وعلى المركز الاول. يأتي السبع ايضا من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في التضميرة، وهنا مرفوق على المركز الثاني، ولكن ارى التسلل هنا على ثالث المراكز من الاسد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري، من ينطلق هنا بتحدياته المتميزة. أرى وصول هنا من قبل هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لنبي في التضميرة. خامس المراكز مرفوق هجن الرئاسة وسلطان بن محمد اللوهيبي في التضميرة. هنا شاهين القادم من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وكذلك شاهين يأتي سابعا هجن العاصفة وغياث الهلالي، بينما المركز الثامن والمنطلق مكلف لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن يمعة بن قميص الغويص في تضميره. تاسع مراكزنا يأتي العمال سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وعلى المركز العاشر شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضراتكم. نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على صدارة على المقدمة، وهملول من غير على صدارة وانطلق بمقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، ومتابعة عنيد المضمرين سعيد بن سالم لينيبي من يتابع على المركز الأول والصدارة، بينما المركز الثاني يأتي منصف من هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وشاهين ثالثا هجن العاصفة مع غياث الهلالي في ثلاثية متميزة بشعارات نادرة تنطلق على صدارة هذا الشوط. المركز الرابع وصل الأسد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري، ولكن مرفوق من يتسلل هنا من هجن الرئاسة مع سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي. هناك السبع من هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق المهيب بن زيتون المهيري من يتوب، والمركز السابع والثامن شاهين وشاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي، بينما تاسع مراكزنا هنا يأتينا العمال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وعاشر المراكز هنا مكلف بهذه الانطلاقات والتحديات لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة علي بن يمعة بن خميس الغويص. هذه هي النتائج، ها هي النتائج للمراكز العشرة الأولى بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى هملول المسيطر على زمام الأمور، هو على الصدارة يسيطر كل سيطرة على المقدمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهنا عنيد المضمرين أيضا معاند على الصدارة سعيد بن سالم لينيبي بخليفة يتابع على صدارة هذا الشوط، وعلى المركز الأول مع هملول. المركز الثاني شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الثالث هنا منصف هجن الرئاسة ويتسلل إلى المركز الثاني مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الرابع شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ويأتينا مرفوق هنا من هجن الرئاسة مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي في التضميرة. هجن العاصفة أيضا تنطلق هنا
بهذا الانطلاق مع ايضا غياث الهلالي وشاهين، ومن الجانب الاخر شاهين ثم شق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع العمدة عبيد بشلان المري بالتضمير. يا سلام، غادرنا الكيلو متر الاخير، غادرناه في هذا الاداء، ولكن هنا ما شاء الله تجمع ملحوظ وملموس وملموس. هنا هجنا العاصفة، هنا تنطلق الى الصدارة، الى المقدمة، الى المركز الاول. ومن الجانب الاخر، من الجانب الاخر الرنج 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 القادم من سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع الخطير احمد بن سلطان بن رشيد، من ياتي على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين، هجنا العاصفة مع غياث الهلالي. المركز الثالث مرفوض، هجنا الرئاسة، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي التضميرة، رباعية رباعية بقيادة الرنج على الصدارة، الرنج على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، ينطلق بتحديات هذا الشوط. الرنج الرنج إذا على الصدارة، على المقدمة، هو الرنج تشاهدونه، سلالة الرنج وإنتاج وادي الصفا، على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تهانينا تهانينا لأبو راشد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، شكرا للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من قدم لنا الرنج هنا على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. مرفوق في المركز الثاني من هجن الرئاسة بقيادة سلطان محمد بن سالم الوهيبي، شاهين ثالثا رابعا شاهين، هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وخامس المراكز وصل شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبيد بشيلان المري. ونعود ايضا مع مخرجنا محمد صبري مع ايضا التوقيت الزمني في انطلاقات وتحديات هذا الشوط. هنا بهذا الانطلاق نتابع هنا الصدارة، نتابع الرنج وتوقيته الزمني، 7:33، 8 من الاجزاء من الثانية. تهانينا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا احمد بن سلطان بن رشيد. اما المركز الثاني فكان من نصيب مرفوق من هجن الرئاسة مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، 7:34، 9 من الأجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فكانت انطلاقة شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من حل في ثالث المراكز قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها. هنا أيضا محمد صبري أعطينا التوقيت، 7:35 الثانية، وأيضا 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء،